السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نستمر بالحديث عن ثورة تشرين وكذلك كل التطورات الجديدة التي تشهدها ساحة المظاهرات. طبعا قائد بعثة حلف الشمال الأطلسي في العراق الجنرال داني فورتين أكد أن عمليات قمع التظاهرات المناهضة للحكومة مأساة مطلقة. كذلك طالب السفير البريطاني الجديد لدى بغداد ستيفن هيكي الحكومة الحالية في بغداد بعدم استخدام القمع ضد المتظاهرين. وأيضا بالحديث طبعا عن القمع الذي يتعرض له المتظاهرون، اتهمت لجنة حقوق الإنسان النيابية القوات الحكومية بالافتقار لما سمته ثقافة استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين. هنا نتساءل عن ثقافة أو فكرة ثقافة افتقار أو الافتقار لثقافة استخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين، ماذا تعني؟ ماذا عن الأموال؟ ماذا عن التدريب؟ أين كان كل هذا عندما تأتي المظاهرات أو تأتي الثورات؟ لماذا يتم القمع بهذه الصورة الوحشية؟ كذلك عضوة اللجنة يسرى رجب قالت إن قنابل الغاز أدت إلى قتل نسبة كبيرة من المتظاهرين الذين سقطوا في ساحات الاحتجاج، وأشارت إلى أن بعض عناصر ما دعتها قوات فض الشغب استهدفت رؤوس المتظاهرين بنية القتل، لافتة إلى أن من لم يقتل فهو معرض للإصابة بالاختناق المفضي للموت. طبعا هذا اتهام من لجنة حقوق الإنسان النيابية الحكومية، وبالتالي هو اعتراف صريح باستخدام هذه القوات الحكومية للقنابل المسيلة للدموع بنية القتل في ظل هذا الاتهام من قبل لجنة حقوق الإنسان، الذي ذكر أنه تم استخدام هذه القنابل إطلاق مباشر باتجاه الرأس أو في حالات كثيرة باتجاه الصدر، كذلك أدت إلى وفاة نسبة كبيرة من المتظاهرين وهناك إصابات بشكل كبير كذلك موجودة بين صفوفهم. معنا الآن، من معنا؟ أبو أسد من بغداد، تفضل أبو أسد. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام. حياك برنامجكم هذا الشريف. حياك الله. أستاذ محمد، البارحة اتصلت بيك وما حصلتكم. نعم. يعني حصلت الكنترول وقلت له حصل لي قبل بداية البرنامج، إنه ما حصلتكم. طيب تفضل بالمشاركة الآن أبو أسد. اي نعم، البارحة الساعة 7:45 دقيقة. نعم. سيارة دخلت من شارع محمد القاسم. تحمل صاروخ، تحمل مدفع 110، ما يعني ما شفت عني بس سمعت صوت الاطلاق. السيارة دخلت من سيطرة كمسارة، سيطرة الشهيد العقيد فلاح ريكان اهتيمي. طيب. هاي وحدة. سيارة تابعة لمن؟ سيارة تابعة لمن؟ ميليشيات، طبعا ميليشيات، سياره تفوت من السيطره وتعبر، احد يحكي ياها اذا مو ميليشيات. طيب. هاي وحده. انطلق الصاروخ الساعه 8 الا ربع الا 17 دقيقه بالضبط انطلق. صاروخ او قذيفه هاون 120. نعم نعم. انتهينا. وراها بخمس دقائق صارت تعليقات عزيه المغرضين على مظاهرات صارت بشارع محمد القاسم وبغداد جيده. طيب. لاكو مظاهرات ولا بغداد جيده ولا بشارة محمد القاسم، شنو هالكذب مالكم؟ شنو يعني تكذبون على الشعب؟ الشعب واعي عمي، حتى ذول الاطفال اللي يطلعون طلاب الابتدائيه وعوا عليكم، واني ما عندي غير هذه، واني اشكركم. شكرا شكرا ابو اسد، كنت معنا من بغداد. معنا حسين من بغداد ايضا، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك مراتي؟ حياك الله حسين، اهلا وسهلا. الو. تفضل يا حسين اسمعك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حسين. فقدنا الاتصال مع حسين. فقدنا الاتصال مع السيد حسين من بغداد. طبعا مشاهدينا الكرام، هذه الثورة لم تخلو من محاولات قمع بشتى الوسائل الممكنة،
وعمليات الاختطاف للناشطين، للمحامين، للصحفيين والإعلاميين مستمرة بشكل كبير، ولكل شخصية مؤثرة ولكل شخصية بارزة أو حتى أي شخص ربما انتشرت أو اشتهر ربما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي بتفاعله بنشاطاته داخل المظاهرات وداخل هذه الثورة، هو كان مرصودا. وهناك كثير من حالات الاختطاف التي نفذت على أيدي قوات، يعني أمور تتم أمام أنظار القوات الحكومية بلا تدخل، وفي ظل عجز السلطة كذلك عن حل هذا الملف. طبعا الموضوع مستمر بشكل كبير، وهو يؤدي طبعا ويقودنا إلى التأكيد على حجم الضعف الأمني والانهيار الأمني الذي يشهده العراق بشكل كبير، سواء الآن أو في السابق. عموما نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي استنكر جرائم اختطاف المحامين بعد الكشف عن اختطاف 3 محامين في بغداد وميسان كذلك. وقال السعدي أن اختطاف المحامين يعد من الجرائم الخطيرة التي تخلق أجواء من الرعب والتخويف، وتؤدي أيضا إلى هز المجتمع العراقي، وطالب الأجهزة الأمنية بالكشف عن مصير المحامين المفقودين وضمان حياتهم. هنا نسأل مشاهدينا الكرام، هل هذه العمليات تؤدي إلى زعزعة المتظاهرين، تؤدي إلى خوفهم، تؤدي إلى تراجعهم؟ هل عمليات الخطف هذه التي تنفذها قوات، إن كانت ميليشيات أو قوات تابعة للسلطة بغض النظر، هل هي تؤثر على المتظاهرين بشكل سلبي، أم تدفعهم إلى مزيد من الإصرار على الاستمرار بالخلاص من هذا الوضع المأساوي الذي يعيشه العراقيون؟ معنا الآن جعفر من الحلة، تفضل يا جعفر. والله خوي احنا نشكركم على غلبتكم ونشكركم على وقفتكم ويانا وما نعم. قصرتوا، بس انتم القناة الصادقة والله، يعني قناة العراقية، نعم يعني قناة شديد وضد المتظاهرين، والله انتم قناة شريكة ونزيهة، وانا اخوك جعفر من الحلة وشكرك على هذا البيت وربي يحفظك. نعم. حياك الله يا جعفر. أريد أسألك يا جعفر، عمليات الاختطاف اللي تنفذها قوات مجهولة، يعني قوات قد تكون ميليشيات أو قد تكون قوات حكومية ربما، سؤالي لك يا جعفر، هل تعتقد أن هذه العمليات الخطف يخيف المتظاهرين، يؤثر عليهم، يؤثر على استمرارهم؟ هم جاي يكتون 100 يطلعون 200 يكتون 1000 يطلعون مليون، والله وننتصر عليهم اليوم لو باكر، والله طوارد الحسين، هاي طوارد الحسين، نعم هو رايح لمشيدي الحسين، هاي روح الظاهر طالب حقك الحسين، قال لي هات نزله، نعم والله يا اخي. شلون شفت تعامل الحكومه يا جعفر حتى الان مع المتظاهرين، يعني مع مطالب المتظاهرين؟ المتظاهرون يقولون اسقاط النظام هو المطلب الاساسي، مرد هاي الحكومه بعد، مرد هذا البرلمان، لكن شلون تشوف تعامل الحكومه مع مطالب المتظاهرين؟ والله ما اقول لك، شوف هذا ضحك، بس ضحك على العالم، ضحك بزعل اللي انا منعشه يا اخي، يسهل الله، يعني هاي هذا الكتل اللي طاير بخير دوله كان الدنيا احترقت، يواصلون الامارات، ولا تعرف هذا اللفظ، نعم الامارات، يقولون الامارات ورايت الامارات، كنتم تجربون بشعبكم على البحرين. بالبحرين تقصد؟ لما وقفوا دقيقة حداد بالبرلمان واستهجنوا واستنكروا ونرفض اللي يصير بالبحرين، وهذه حكومة دا تقمع شعبها مثل ما كانوا يقولون السياسيين. 300 شهيد و 15000 جريح. نعم. يا أخي تقديرات الله كارثة، والله ما نقدر إلا نطيحهم. وهاي المتطلبات باكر تجنها ترجمها للايران على مود يستلموها هذول النزلاء. والله ابو ايران من هذا العامري الله يحبيك دور مكدرين. نعم. جعفر انا اشكرك، كنت معنا من الحله، شكرا للمشاركه معنا. حسين من بغداد، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك قلبه؟ تحياتي لكم قناه الرافدين. حياك الله حسين، اهلا وسهلا. حبيب انا عتبي ها على المرجعيه. نعم. ليش يا حسين؟ انا عتبي على المرجعيه، يعني اكو شغله اسمها حلال وحرام. شهداء اللي هسه قاعد من السمك ها نعم. ومن الاحرق. نعم.
ليش ما تتدخل المرجعية يا حسين برأيك؟ حسين فقدنا الاتصال مع السيد حسين من بغداد، شكرا له للمشاركة. نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام التي وردت على الواتساب من المشاركين، هناك الكثير من الرسائل نسعى لقراءتها بشكل سريع. أول رسالة تقول: السلام عليكم، أنا من محافظة صلاح الدين، وردنا خبر شكو طالب من بغداد يداوم في تكريت، تم اعتقاله إلى جهة مجهولة ولا نعرف أين ذهبوا بهم، خوفا أن يطلعون المظاهرات أو خوفا أن يطلعون مظاهرات، وهذا خبر مؤكد. طيب نستقبل اتصالات الآن ونكمل قراءة الرسائل بعد قليل. معنا عادل من النجف، تفضل يا عادل. علي من النجف. علي السلام عليكم. علي حياك الله يا علي، شلونك؟ بارك الله يرحم والديك. الله يحفظك ويسلمك، تفضل. هو نطلب طلب احنا واحد رحمه الله والديك، هاي الدولة فاسدة صحيح. نعم. والدولة أذت العراق وأذت الشباب العراق، احنا التسعينيات. نعم. نطلب من المتظاهرين لا يحرقوا الشوارع، حتى اليوم هي بالنجف حاليا الدنيا خفت. نعم. علي بس المتظاهرين من أول يوم واحنا شفناهم، صار لهم الآن 38، طبينا على 40 يوم، وكانوا طالعين بشكل سلمي. يعني وين الحرق؟ وين السرقة اللي صارت؟ طيب ما هي المؤسسات الحكومية بصفهم، البنك المركزي والمصارف والبنوك موجودة، ليش ما اعتدوا عليها إذا هم فعلا يقومون ربما كما تروج السلطة بحرق وتخريب وغيره؟ احنا من يوم 25 من المظاهرات وانا سوني قبلك للبيت، سوني قبلك للبيت من المظاهرات، تسدوا شارع بغداد. No. الشارع الصب مال المطار، يعني سيارات حرقوا، يعني انا اشوف بعيني هسه اليوم جنايز جايه من بغداد من الحله ما تقدر تصب، فاحنا هذا الموضوع الريد تصرفون به، فهذا الموضوع غلط. اكو عندنا مرضى، عندنا ناس مره تريد تجي. طيب يا علي انا اريد اسال حضرتك يا علي، اسالك سؤال، المتظاهرين انت وياهم انهم سلميين لو انت ضد انهم انهم سلميين، انت مع فكره ان المتظاهرين الان بالشوارع سلميين لو لا؟ احنا هسه بشواطرنا ساحه الصدرين سلميين وحشايرنا كلها موجوده. طيب انا سؤالي تمام سليم، انا سؤالي لحضرتك، ليش اذا هم سلميين ليش تستخدم قدامهم السلطه اله قتل بشتى الوسائل؟ يعني قنابل الغاز ليست قنابل لفض اعتصامات بحسب منظمة العفو الدولية اللي تقول أنه حجمها، قنبلة الغاز المستخدمة حجمها هي للأغراض الهجومية القتالية. طيب ليش يستخدم الرصاص الحي على مواطنين سلميين؟ يعني أنا شنو الفكرة من سؤالي؟ ليش انتقاد أنه مواطن يحرق تاير بالشارع حتى يقطع الطريق في سبيل أنه تنفيذ اعتصام، ولا يركز الحديث عن آلة القتل الحكومية المستخدمة الآن؟ احنا جاي اقول لك انا دولة ساقطة، دولة فاسدة، دولة احنا تملكنا احداث، يعني مثل ما تقول احداث غير رحمانية، احنا طافين بملة تعبانة غير انسانية، لا صلاة لا صوم لا صوم على الحدين، هو كله كوارث وكذب، بس احنا نريد ان محافظة النجف، بالنسبة لمحافظة النجف صار يوم 825 لهذا اليوم سلمية، اليوم انتدوا الشوارع، انا جيت من المظاهرة صار ساعة ونص الى طبق البيتي، يعني من عيوني يكون ما وصل بحد المظاهرات، احنا نريد مظاهرات سلمية، دولة ساقطة، دولة غير إنسانية، دولة غير رحمانية، دولة فاسدة، هي والأحزاب، والله لا يوفق كل من جابوا وحصلهم علينا بالسلطة، بس احنا نريد أن المتظاهرين كم واحد دولة اليوم جمعنا احنا ساعة صبرين. أكو ناس يا علي من المتظاهرين يرون أن قطع الطرق يؤدي إلى تعطيل مصالح هذه السلطة الفاسدة. يعني قطع الطرق المؤدي على سبيل المثال إلى الموانئ، إلى الشركات النفطية في البصرة، هذا الشيء يؤدي إلى إضعاف هذه القوة، إضعاف هذه السلطة من الناحية الاقتصادية، تأثير على موضوع الأموال التي تأتي من النفط. يعني هناك من يرى بأن قطع الطرق هي وسيلة من وسائل الاحتجاج في ظل تعنت السلطة وإصرارها على قتل الناس. يعني يؤخذ الموضوع من بهذه النظرة من قبل المتظاهرين. انا سد الشارع ما يخالف، اطيح بالشارع حتى يوميه بالنجف، جاي سد الشارع من 8 الصبح الى تقريبا 12 ورا البصمه، ورا الله يخلص دوام البصمه ينفذ الشارع، بس هسه اليوم انا عيني شفت عندي جنازه. طيب
خارجين سيارات. طيب شكرا يا علي، كنت معنا من النجف. معنا محمد من أربيل، تفضل يا محمد. محمد غير موجود. محمد معنا أبو الحسن من أبو حسن من بغداد، تفضل يا أبو حسن. السلام عليكم أخوي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك يا أبي. هو شنو المانع من يطول حقوق الناس؟ شنو المانع يعني كحكومة ككفرة يعني شنو المانع من يطول حقوق الناس؟ حقوق الناس موجودة، الخيرات موجودة، الأمور كلها موجودة. نعم. بس هم يقولون الشعب يهينوه يقتلوه يعني دم بارد. نعم. فالشعب هذا يعني مغلوب على أمره بهيش حالة، بس لازم ينتفض بعد أقوى، لأن دول هسه ما يطلق حقوقك، يعني حقوق موجود، زراعة موجودة، يقدر الإنسان يعمل، يقدر الإنسان ينتج، يقدر الإنسان يصنع، بس هم ما يرضون يا أخي، يريدون يذلون العراقيين، يهينوهم، يخلوهم صفر، فهم دول هاي غايتهم، مو غايتهم يعني جايين العراق بين يبنون، لا، هم جايين يخربون، يخربون الأرض والناس وكل شيء. نعم. يعني سبيل المثال المخدرات ما شاء الله متروك. يعني الآن تعتقد يا أبو حسن الآن الحكومة اللي دا تروج وتقول إحنا حنسوي إصلاحات قادرة على تنفيذ إصلاحات حقيقية؟ أقسم بالله ما يسوون شيء لو تنقلب الدنيا. هم جايين لذال الشعب، وأي وعود يصدقون بها المتظاهرين يعني. نعم. أي وعود يقول لك حنسوي كذا كذا كل كذب، يدون يجرون قوتهم ويسيطرون بعد أكثر ويشوفون العراقيين بعد ذلة أكثر. يعني هم مستهيل. هل تعتقد أكل يصدق بعد بموضوع أنه حنسوي إصلاحات؟ أخي محمد، هم غيره ما عندهم من البشر قتل يعني ما 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 هاي ما الدخان الطب بعين الواحد. نعم. يعني شنو من بشر هذا؟ هذول ما يحبون العراق، ضد العراق. نعم. هذول عبيد لإيران. يعني أي شيء يسووا أي شغلة تصير أضرب راحوا لإيران. عبالك هم الأرض ما خلفهم. هواي صور مال خامنئي بالشارع. أسأل شقت كم واحدة بالشوارع من أنا داخل بغداد. نعم. يعني هم خامنئي أبوهم صاير ويأخذون أوامر من عنده. العراقيين ما لهم قيمة عندهم. نعم. فلذلك يعني البلد إذا ما إحنا كيف يعني انتفاضة حلوة حلوة الناس عرفوا يعني بينهم ذلوا عبالهم ينفعوهم، لا ما ينفعوهم، هذول جايين دمارهم وقتلهم. نعم. يعني واحد شاب عمره 16 15 سنة تجي طلقة براسه، يعني حتى اليهودي ما يسويها. لا والله بس اليهودي يسويها. أبو حسن أنا أشكرك، كنت معنا من بغداد. أم أمير من السويد، تفضل يا أم أمير. مرحبا عيني. أهلا وسهلا. السلام عليكم. شكرا. وعليكم السلام. تحياتي لكل بالمسمعنا. شكرا جزيلا، تفضلي. هلا وعيني. حبيت الله يسلمك اقول بخصوص هاي المظاهرات اللي نوع عليها دي يطلعون يسوون اضراب. نعم. مدير الناحيه بالراشديه هو من جماعتهم طبعا، ده يفتر على كل المدارس كل الدوائر اللي هناك موجوده بالراشديه. نعم. يهددهم، ممنوع اي مدرسه تعطل، ممنوع أي. نعم. لازم كلهم يتعاقبون، لو يفصلوهم لو هاي لازم الكل يدابون غصبا عليكم، ممنوع احد يطلع بالمظاهرات. هاي واحده. اثنين بالنسبه هاي مال الاحداث اللي تصير بايران. نعم. يقولون على اساس سمعنا احنا من مصادر موثوقه يعني يقولون انه ما صارت المظاهرات بايران اول يوم وراح هذا السفاح سليماني سافر دا يريد يقمعها، رايحين وياه على اساس هادي العامري والمالكي ذول العصابه اللي ويا العملاء. وهو هذا عمار الحكيم وش اسمه مقتدى الصدر رايحين وياه يقمعون المظاهرات ويرجعون. اقول سليمان انت لو بدك تستعملها على العراقيين ديك خير، تقدر تستعملها بايران على المتظاهرين لو يقبون عليك، يقدر يتجرأ يستعملها يقتل واحد من عندهم بهالطريقه البشعه مال وحوش. ام امير لا أنا اختلف مع حضرتك، ايران فيها القمع بشكل يعني ما تتصوري، بس يستعمل هاي القنابل ديش مر على العراقيين. هاي يستعمل كافة الوسائل. في إيران شهدت إيران مظاهرات كثيرة جدا قمعت بوسائل، يعني الآن أعداد كبيرة جدا من المتظاهرين الإيرانيين يسقطون قتلى وجرحى على أيدي هذا النظام. السياسة لا تختلف، طالما إيران هي المتحكمة في المشهد العراقي، طالما أن إيران لديها مصالح ولديها منافع في هذا البلد تستخدم الوسائل المشروعة وغير المشروعة في قمع أو إسكات الناس سواء في إيران أو في العراق. الآن ارجعي قليلا بتاريخ المظاهرات في إيران، يعني لو كان هناك فعلا حب لأبناء بلدهم لما قمعوهم بهذه الطريقة وأسقطوا منهم هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى. بس
نقول ان شاء الله نهايتهم بلكي الله يهم الشعب الايراني يقب عليهم ويخلصنا من روحاني ومن خامئني ومن سليماني هذول المجرمين اللي يدحرون جد يسوون بالعراق وبغير بلدهم. الله نعم. كريم ان شاء الله تفرج والله يجيح. شكرا يا ام امير. نعم. كنت معنا من السويد. معنا عمار من الحله. تفضل يا عمار. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يسلمك ورحمه الله يجزاك. استاذ احنا هنا بالحله عندنا مشكله كبيره كلش. شنو هي؟ عندنا بالحله عندنا مشكله كبيره كلش. شنو هي يا عمار؟ عندنا شك فراغ مال الدوله ياخذون البرلمانيين ويملكون عندهم. شلون شلون؟ عيد عيد لو سمحت. الو عمار اسمع كذا فاتح التلفزيون نص الصوت ارجوك. لا بعيد بعيد. طيب عيد الموضوع ارجوك ما فهمت عليك. عندنا شك فراغ بالدوله ياخذون البرلمانيين لهم. نعم نعم. ياخذونه ويسوونه قطع وشقق ولهم خاصه. نعم. بحيث ما لهم علاقه بالمواطن. هاي مو املاك الدوله مو املاك الناس. ليش هذا التعدي برايك؟ شك فراغ للدولة تابع للبلدية ياخذوه. نعم، لماذا هذا التعدي على املاك على املاك الدولة المال العام واملاك الناس املاك المواطنين؟ لا املاك العام فقط راسنا هيثم الجبوري الناد هيثم الجبوري. نعم. هيثم الجبوري هذا دمر الحلة دمار. نعم. اي شيء فارغ ياخذه، هذول الشيعة ما يقدرون يحكمون. عمار الدولة الدولة تقول الآن إحنا دريد نغير بالدستور نعدل به ونسوي قانون انتخابات جديد وغيرها من هاي الإصلاحات الشكلية الترقيعية. هذا الفساد هذا الحجم الكبير من الفساد يعني بكل محافظة عندك المحافظ والنواب والمدراء العامين والمسؤولين في كل محافظة في العراق وأعدادهم ضخمة. هناك مفاسد وهناك فاسدين بشكل كبير. هاي الدولة اللي مشت 16 عاما على نفس المبدأ شلون حتقدر بين يوم وليلة تغير تصلح تقضي على الفاسدين؟ لماذا لم تقضي عليهم سابقا؟ تغير إذا الحكم صار سني. عمار تغير تغير الحكم صار سني. الشيعة ما يقدرون يحكمون. عمار هسه المشكلة المشكلة الموضوع مو منو اللي يحكم كان سني ولا شيعي. الموضوع هل اللي دي يحكم بس اسمح لي حتى لا نطب بهذا الطريق. أنا سؤالي هل اللي دي يحكم العراق الآن وطني؟ هل اللي دي يحكم العراق الآن سواء الآن أو في السابق يعني حكومة عبد المهدي أو اللي قبلها هل كانوا حريصين على هذا البلد؟ هل السياسيين السنة اللي بالحكومة الآن بيهم خير حريصين على هذا البلد؟ تعال شوف المحافظات الغربية الصاير بها. لا بس احنا ما اذا لازم نشيل ايدينا من ايران، ايران دمرتنا. نعم. هاي مصانعنا باقيه، الشوارع منتهيه، البنى التحتيه منتهيه. نعم. يجيبوننا كله من ايران وعايزين مالاتنا المحامي كلها عايزين والله شنو يصرفون شغلات ايران. نعم. دمرتنا ايران دمرتنا، ذول الشيعه ما يقدرون يحكمون اطلاقا. عمار انا اشكرك كنت معنا من الحله. اختلاف بسيط في الرأي مع السيد عمار. من يتحدثون في السلطة الآن يقولون أنه احنا ورغم أن نحن ضد مبدأ ذكر وصف الشيعة والسنة بالنهاية الكل عراقي لكن هذه الأوصاف التي جاء بها الاحتلال يعني خلينا نذكرها بس من هاي الجملة أو من هاي النقطة تحديدا. السلطة التي تذرعت دائما وقالت نحن نمثل المحافظات الجنوبية أو بالأحرى نحن نمثل المحافظات الشيعية. ما الذي قدموه لأبناء محافظاتهم؟ ما الذي قدموه للعراقيين بشكل عام؟ هم يقولون بأنه إحنا شيعة لكن هل هؤلاء فعلا يمثلون الشيعة العراقيين؟ هل هؤلاء فعلا يمثلون السنة العراقيين؟ يمثلون العراقيين بشكل عام بكل طوائفهم؟ هذا هو السؤال. الخطأ والعيب ليس في كونهم ينتمون إلى هذه الطائفة، الخطأ والعيب في كيفية إدارتهم للدولة، كيفية إدارتهم لهذا البلد، كيفية الحفاظ على ثرواته، كيفية إدارة شؤونه الاقتصادية السياسية الأمنية وغيرها. لم ينجحوا والدليل أن الناس خرجت تطالب بإسقاطهم تطالب برحيلهم. ليس الخلل في من يحكم، الخلل
في طبيعة حكمه وكيفية حكمه وطريقة أدائه في السلطة، إن كان مسيحيا إن كان مسلما، بغض النظر من قادم أو من يأتي إلى هذا الحكم، يجب أن يكون جديرا به، يجب أن يكون قادرا على إدارة هذه الدولة. معنا أبو عمر من الدنمارك، تفضل يا أبو عمر. أبو عمر فقدنا الاتصال مع أبو عمر. طيب من معنا؟ السيد أبو نزار من كربلاء، تفضل. ألو أبو نزار، حياك الله. السلام عليكم أبو جاسم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك حبيب أبو جاسم؟ من كربلاء وياكم. حياك الله، أهلا وسهلا أبو جاسم. عيني تفضل. شلونك حبيب أبو جاسم؟ حياك الله أبو نزار، تفضل عيني. الله يسلمك حبيبي. احنا كنا نتمنى قبل شهرين انا بقابركم، قلت لكم ان شاء الله بتسهيل الله والحسين ابو عبد الله ان شاء الله ايران تطيح، وطاحت ايران ابشركم ونعلت الله عليها. نعم ايران طاحت ابو جاسم. نعم. وكنت انا قبل شهر قلت لكم بجهاز الحسين تطيح ايران، وطاحت ايران هي وعوانة بالعراق وبايران ان شاء الله. نعم ابو نزار، اريد اسالك ابو نزار، شلون تشوف الوضع بالمظاهرات الان حبيبي؟ مظاهرات ما نرجع الا نسقطهم بتسهيل الله وعلي بن ابي طالب. نعم. والله ما نرجع، وخلي ايسون وخلي ايسون وخلي يموتون وما نرجع، والله لو نموت لو نحيا. نعم ابو نزار اشكرك، شكرا جزيلا للمشاركه، كنت معنا من كربلاء. معنا ابو فاطمه من النجف، تفضل يا ابو فاطمه. السلام عليكم اخي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت اخي الكريم، يعني نحن ممتنين لهذه القناة، ونحن نشد بأخوتنا في البصرة وفي الناصرية وفي بغداد، ونقول نحن معكم، نحن يد واحدة على هؤلاء الظالمين المجرمين. نحن نريد أن نرسل نداء، يجب محاصرة كذلك مقرات المراجع الأعجمية الموجودة في العراق، إن كان في الكاظمية ولا في النجف ولا كربلاء. هؤلاء هم الذي أتى بهم الاحتلال، هؤلاء هم الذين يدعمون الميليشيات من تحت الطاولة. وأنا نداء لكل أخ في العراق، شيعي كان أو سني، لا تدفعوا لهؤلاء فلسا واحدا، لا تتبرعوا في المراقد، لأن فلوس المراقد تذهب إلى جيوب هؤلاء وأبنائهم وإلى الميليشيات. هذا واحد. الشيء الثاني أخي، نحن كذلك نرسل رسالة إلى أخوتنا في بغداد. نعم. أخي جهة الكرخ، لماذا لا يخرجون في من خلال شارع الزيتون وشارع الكندي والعامرية، ثم هنالك الجسر المعلق في بغداد في الكرادة الشرقية، جماعة الكرادة الزوية الجادرية، لماذا لا تخرجون تعبرون؟ لأن قريب هنالك أخي القصر الجمهوري القديم في قبل موجود، يعني نعم. قريب جدا، لابد أن يضغطوا من الجهة الثانية من الكرخ حتى نحاصر هؤلاء. نعم. هذه شيء مهم جدا، وهذه خطة محكمة، ليس التركيز فقط الآن على الرصافة، أريد أن نرى من جهة الكرخ كذلك. أخي الكريم، ثم أخي نحن نريد كذلك أن نرسل اقتراح أن يكون هنالك تبرعات بأيدي ناس مخلصين شرفاء، أن يساعدوا عوائل الشهداء وعوائل الذين الآن أولادهم في المستشفيات، يمكن هنالك أب لعائلة أو معيل لعائلة استشهد. نعم. حتى تكون يعني دفع معنوي ومادي لهؤلاء. فنحن نبارك بكل المتظاهرين إن شاء الله، نريد صبر ساعة صبر، إحنا مجرد يعني نحاربهم الآن أو نقف بوجههم يعني نتوكل على الله، وراية الله أكبر لن تسقط إن شاء الله. نعم. ونريد أن نصبر قليلا،
فالنصر ساعة صبر ساعة إن شاء الله، ونريد كذلك من المتظاهرين أن يعوا أخي هذا الخطف الآن الذي تتكلمون عنه. نريد من كل المحامين أو النشطاء وخصوصا النساء أن لا يذهبن ولا يرجعن إلا بحماية، حماية، لأن الذي يخطف جبان لا يستطيع إذا رأى شخص واحد يخطفه. نعم. لا يستطيع أن يخطف أحد، فلا تترك أنفسكم لقمة سائغة لهؤلاء الجبناء، والله لا يستطيعونكم، وإن شاء الله النصر قريب. شكرا يا أبو فاطمة، كنت معنا من النجف. مشاهدينا الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. مشاهدينا، طبعا في هذا المقطع الذي شاهدتموه تم إطلاق النار على الشخص الذي كان يحاول أن يدعو هذه القوات إلى نصرة المتظاهرين، يقول هاي إخوانكم، فدوى لقلوبكم. تم إطلاق النار باتجاهه من قبل هذه القوات. يعني لا أعلم حقيقة لماذا لم يكتمل المقطع، نود أن نعرضه مرة أخرى إذا كان جاهزا بشكل كامل يا الأخوة بالكنترول. عموما نستقبل اتصالات الآن. معنا أبو مريم من الرمادي، تفضل يا أبو مريم. أبو مريم فقدنا الاتصال مع أبو مريم. أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، أهلا وسهلا، حياك الله. كيف حالك؟ تحية لك وتحية لقناة الرافدين كادر القناة، وتحية للشعب العراقي الشريف، تحية لأبطال العراق، وتحية لكل المتظاهرين في ساحة التحرير وساحة الحب وكل محافظات العراق الشريفة، تحية لهم. وإن شاء الله النصر قريب، والله قلوبنا معكم، كل دول كل شعوبنا العربية معاكم، وإن شاء الله النصر. نتمنى بس نتمنى إن شاء الله أنهم ما يهربون المجرمين القتلة الذين اختطفوا الناس والذين باعوا كل شيء حتى أرض العراق. تعرفون هادي العامري ماذا باع من أرض العراق الغالية؟ فهذول مجرمين. لا، وإن شاء الله نتمنى على أبو العدس إنه ما يهرب حتى يمسكون الشعب العراقي ويطعنون بالشوارع إن شاء الله. نعم، شكرا أبو فيصل. مشاهدينا، نود أن نشاهد مع حضراتكم الآن المقطع الذي عرضناه قبل قليل لكي يكون بصورة أوضح للمشاهدين الكرام، فلنشاهد. كما شاهدتم مشاهدينا الكرام، تم إطلاق النار باتجاه الشخص الذي كان يعتقد أنه يشجع أو يحفز هذه القوات، يعني يحاول أن يستميلها تجاه المتظاهرين، لكن لم يكترث. وهذه القوات هي قوات كما تابعتم ترتدي زيا عسكريا حكوميا، لم تهتم من هو هذا الشخص، لم تهتم لما يقول، أطلقوا النار باتجاهه. نتمنى له السلامة إن كان
يعني قد تعرض لأذى أو شيء من هذا القبيل نظرا لأنه رأوه ووجهوا بنادقهم باتجاهه وأطلقوا النار فعلا تجاه الشخص الذي كان يحاول أن يستميلهم أو يتعاطفهم بشكل أو بآخر يدعوهم لأنه كنا عراقيين بالنهاية وكذا. لكن يبدو أن هناك مجموعة من هذه القوات ومجموعة ليست بقليلة هي حتى هؤلاء الذين يحاولون من المتظاهرين أن يستميلوهم أن يأخذوا تعاطفهم ربما يتعرضون لأذى كبير من قبل هذه القوات وبشكل مباشر واستهداف بهدف القتل لا الإصابة، الهدف هو القتل، وشاهدناها في مقاطع كثيرة طبعا عرضت وانتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. أم أزهار من بغداد، تفضلي يا أم أزهار. أم أزهار غير موجودة. أم أزهار، عموما مشاهدينا الكرام طبعا بالوقت الذي خرج العراقيون ويقولوا إيران برا برا وهذه الأوقات التي تمر الآن ويتضح شيئا فشيئا للعراقيين مدى التنفذ الإيراني في العراق ومدى السيطرة الإيرانية والتحكم في المشهد العراقي بشكل كامل وخضوع الحاكمين في العراق للإرادة الإيرانية، خرجت وثائق مسربة من أرشيف الاستخبارات الإيرانية السرية عن الدور الإيراني النافذ في حكم العراق. تؤكد هذه الوثائق التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تؤثر دور وتأثير طهران الهائل في العراق، حيث تبين طبيعة العمل الشاق الذي قام به الجواسيس الإيرانيون على مدى سنوات لاختيار قادة البلاد الذين يحكمون العراق الآن، والأموال التي دفعها نظام طهران لوكلائه العراقيين الذين يعملون من أجل السيطرة على كل مفاصل الحياة السياسية والاقتصادية والدينية في العراق. وهناك تفاصيل أكثر، نستلم اتصالات، نستقبل اتصالات وبعدها نعيد لنكمل. ياسر من بغداد، تفضل ياسر. ياسر هل تسمعني؟ فقدنا الاتصال مع ياسر، يبدو هناك مشكلة بالاتصالات. عموما تؤكد الوثائق أن مهمة إدارة العراق من إيران موكلة إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وأن نوري المالكي وبيان جبر صولاغ هما من أبرز المسؤولين المقربين من إيران، وأن مستشارا مقربا جدا من رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري كان إيرانيا، لكن الصحيفة لم تذكر اسما صريحا له. ياسر من بغداد عاد مرة أخرى، أهلا بك يا ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز أنا من كربلاء. حياك الله من كربلاء، تفضل يا ياسر. عندي قصيدة يا ريت يسمعونها المشاهدين ويسمعونها حضراتكم. بس لا تكون طويلة يا ياسر. لا لا قصيرة إن شاء الله. يقول إحنا ندر الوطن باعوه لليهود والمنتصر، وجدت ناس تنحسب على المسلمين تاجرة وبالدين بس برخص سعر. نعم أكمل يا ياسر. للرصاص مرجعك مولاي لابد للقبر. نعم ياسر أنا لا أسمعك، عموما شكرا لك للمشاركة. مشاهدينا دعونا نقرأ بعض الرسائل الآن التي وردت لكي نعطي للمشاركين حقهم في قراءة رسائلهم التي أرسلوها. رسائل كثيرة، رسالة تقول تحية حب لقناة الرافدين الحرة، ثوار الأحرار والشعب العراقي برمته يطالبون بالوطن، نحن نمتلك الوطن ونحن نعيش تحت ظله لكنكم أنتم الدخلاء، فاخرجوا من وطننا الآن، نحن نريد أن نخرجكم بأسلوب حضاري لكن إذا اقتضى الأمر سنخرجكم بالقوة. رسالة تقول عاجل جدا، العراق النجف أغلب شوارع مدينة النجف أغلقت الآن بالإطارات المشتعلة بعد أن انفضحت الطبقة السياسية بعمالتها لإيران. رسالة تقول من يقتل المتظاهرين ومن يختطف الناس الأبرياء؟ من استورد قنابل الغاز المسيل للدموع القاتلة؟ أليس هم الحكومة العراقية وميليشياتها القذرة؟ لا أدري كيف لهذه الحكومة أن تجري إصلاحات. أبو أوس من تركيا. رسالة تقول إيمان النشمي من النمسا، السلام عليكم أحبتي والسلام على كل عراقي شريف، يجب على كل عراقي شريف يحب العراق. أبدأ بشكري لقناتكم الشريفة التي تحمل لنا الخبر الحقيقي والواضح،
والله ما افتهم مماطلة هذه العصابة، ولا احب ان اقول حكومة لا تليق بهم، خلي يطلعون ويسلمون نفسهم للشعب وينهون الموضوع لان نهايتهم معروفة ولا تستمر اكثر من ذلك. وهل هذه المماطلة تكون بصالحهم لكي يهربوا؟ رسالة تقول: السلام عليكم، تحية لك أخي محمد ولقناتكم المميزة، اللهم انصر الثوار المرابطين في ساحة العز والشرف وارحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى، تحياتي أخوكم الثائر عجيل ريسان كشكول أبو ذياب. شكرا يا عجيل. رسالة تقول: تحية احترام وتقدير إلى أبطال ساحة التحرير وإلى كل مواطن شريف انتفض ضد الظلم والفساد. رسالة أخرى تقول: شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع الذي يتيح لنا إبداء الرأي والمحاورة. الحكومة تراهن على عامل الوقت، إخوتي الثوار استمروا في اعتصامكم ولا تدعوا راكبي الموجات بتسييس ثورتكم المباركة، مع تحياتي أخوكم الثائر جمعة كماش أبو صالح. رسالة تقول: طيب عاجل الآن، محكمة لاهاي أنزلت العلم العراقي والبرلمان الألماني والهولندي قررا بالإجماع مقاطعة الحكومة العراقية وعدم الاعتراف بها. رسالة أخرى تقول: نوار من هولندا، صوت يهمس بأذني باستمرار أكاد أسمعه يقول: ظلام الليل لن يطول، تحية لجنودنا في ساحات الوغى، النصر قريب بعون الله. السلام عليكم والرحمة لشهداء العراق وثورة تشرين، أنا عتبي بس على المرجعية، يعني شبابنا يقتلون وما يحرمون، بس أريد أعرف الحلال والحرام وين، مع تحياتي لقناة الرافدين أبو حسين من بغداد. معنا اتصال أحمد من بغداد، تفضل يا أحمد. أحمد، أحمد من بغداد، تفضل يا أحمد أسمعك. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أولا أنا أشكر هاي القناة. نعم. ثانيا الاستاذ العزيز، حاله خطف ببغداد يعني مو طبيعيه. منو اللي يقوم ينفذها؟ منو اللي ينفذ حالات الخطف هاي يا احمد؟ الاحزاب، يعني الاحزاب قاعد تخطف. نعم. حاله خطف، يعني بس تصير الساعه 11 بالليل يصير حاله خطف ببغداد. ليش الاستمرار بهذه المحاولات بخطف الناس المتظاهرين تحديدا؟ يرتدون في ملابس سود، يعني يلبسون ملابس سود ويجون يتسللون على المتظاهرين ويخطفون بهم. ليش تستمر الاحزاب بخطف الناس يا احمد؟ والله بعد ما اعرف، يعني هو ما يعني هو شرايد رايد يعني الوطن ما بتاع، يعني هو شايل يعني شايل عالم عراقي يعني شايل سلاح قابل وجاي للمظاهرات. نعم. وين الدوله يا احمد؟ ليش ما تحمي المتظاهرين؟ نعم. قاعد قسم ويا الدولة وقسم ويا المواطن، يعني ما تعرف. أنا سؤالي يا أحمد، وين الدولة؟ ليش ما تحمي المتظاهرين من الخطف؟ ماكو دولة أصلاً، ماكو، كل دولة دولة إيرانية، دولة ماكو دولة عراقية، دولة كلها إيرانية. نعم. شنو دور الجيش؟ شنو دور الجيش في حماية الناس إذا هو ما يحمي الناس اللي دين خطفون أو اللي دين قتلون؟ إذا افترضنا أنه كلام السلطة صحيح أنه هناك طرف ثالث، وين هذا الجيش؟ وين هاي القوات الحكومية اللي المفروض تحمي الناس؟ ليش الناس إذا تتعرض لقتل وخطف؟ ما يقدرون يحمون المتظاهرين من وراء هاي الأحزاب الفاسدة. هذا الجيش لعد ما له فائدة. كأوية أصلاً الدولة العراق ماكو أصلاً، منتهي. يعني إذا جيش ما يعرف يحمي الناس، لعد شنو دوره؟ خلاص يروح كل من يرجع البيت من ذول الضباط والعناصر. ما له كل دوره، دولة فاسدة للأخير. نعم. أحمد داني أشكرك، كنت معنا من بغداد. معنا أبو مريم من الرمادي، تفضل يا أبو مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أخوي أبو جاسم؟ حياك الله. تفضل يا ابو مريم. شلونك عين ابو جاسم؟ شلونك اخوي العزيز؟ حياك الله. اللهم ارحم شهدائنا وشافي مرضانا يا رب العالمين يا الله. نعم. هذا الشعب العراقي المظلوم، اريد اللي الاخ اللي اتصل بيه قبل شوي، اتصل بيك وجاوبته، سالت العفو من يتحمل مسؤوليه حمايه المظاهرين؟ نعم. يتحملها وزير الدفاع.
لا وزير الدفاع اخي الجيش. وزير الدفاع يطلع ابو مريم، وزير الدفاع يطلع على قناة تلفزيونية في فرنسا يتكلم وكأنه مواطن من الشارع، كل شيء ما يدري، كله يعتقد ويخمن ويظن، وهو وزير دفاع. وزير الدفاع اخي، وزير الدفاع وضباط الجيش العراقي هم اللي يحمون المظاهرات، هم يحمون الشعب العراقي يا اخي. وزير الدفاع طلع خارج من الخوف من 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 الرجال لولا ثورة العشرين، لولا رجال ثورة العشرين عمي كلهم انهزموا، كلهم انهزموا، اخذوا فلوسهم وطلعوا مال باطين بالخضراء. مستحيل اخي وزير الدفاع يتحمل المسؤولية اذا كان بالخارج او بالداخل، هو يتحمل المسؤولية. نعم. لان الجيش العراقي هو يحمي الشعب العراقي. شكرا يا ابو مريم من الرمادي، الوقت انتهى، شكرا لك للمشاركة فيما تبقى من وقت، كان لدينا دقيقة ربما. نقرأ رسالة سريعة، بعض الرسائل طبعا. رسالة تقول شد حزام خلي نعيد الأمجاد، حيلي المن أضم اليوم ينراد كذا قصيدة. رسالة أخرى تقول الرجاء، الرجاء هذه الأسماء الصحيحة وأنتم القناة الوحيدة التي تناصر المتظاهرين ليلا نهارا، الرجاء تكرار الخبر، يتحدث طبعا عن المخطوفين بحاجة لدعمنا ويجب علينا مساعدتهم لكي لا يفكروا أننا نسيناهم، الرجاء. طبعا مجموعة من أسماء يقول نحملكم مسؤولية الحفاظ على سلامة جميع المخطوفين. طبعا هؤلاء المخطوفين ذكرهم بتسعة أسماء، ليس لدينا وقت لقراءتها بشكل موسع. السلام عليكم حكومة كردستان، يقول مثل حكومة الخضراء، لا كهرباء لا تعيينات لا غاز، كل شيء بيديهم. طيب رسالة تقول السلام عليكم، الله يحفظ العراق من ميليشيات إيران الأمريكان، أخوكم أحمد من مصر. شكرا يا أحمد. السلام عليكم، الخطف مستمر والإجرام مستمر والمظاهرات مستمرة، والله مع المظلوم، أخوكم أبو عمار. رسالة تقول السلام عليكم، الرحمة للشعب العراقي، أقول يا ناس يا عالم ترى العراق محتل، ما ينفع غير الجهاد. طيب رسالة تقول نحن نتظاهر ضد عصابة من القتلة واللصوص ترتدي جلباب السياسة الخداع وترفع شعار الديمقراطية المزيف. في رسالة أخرى، السلام عليكم أخي محمد، ربي ينصر الشعب العراقي على الفاسدين الخونة. أبو عمر من الجزائر. رسالة أخرى، أخي محمد تحية لك والمشاهدين الكرام، الرحمة للشهداء العراق، يقول كل ما يشرع عادل عبد المهدي وحكومة المجرمة من قرارات أو سن تشريعات دستورية لا يهمنا، لأن أساس الاحتجاج على وجود هذه الشلة الميليشيات والأحزاب والبرلمان شلع قلع حتى ويا اللي قالها كما قال المتظاهرون. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.